بتحبي حالة الحب ريم أكتر؟ جداً، حالة حب فظيعة. يعني اللي بيشوف ستوريز الخاصة فيك على الانستغرام عم تسمعي موسيقى أو أغاني بيقولوا أنت بحالة جداً. حب يعني وهي لا، وهو لا، الحقيقة لا. لا لا، بيقولوا أنه جمال المرأة هو سلاحها اللي بتستخدمه للإيقاع بالرجل. قولك الرجل شو سلاحه لحتى يوقع المرأة؟ الراجل الحقيقي انه يعرف يحتوي الست كويس قوي، انه يحبها بجد، انه يكبرها على حسب بقى امكانيات الراجل اللي انت كمان حبيتيه. يعني من ناحيه قصدك مش امكانيات، مش امكانيات يعني، مش امكانيات. شو السلاح يعني؟ سلاحه بيكون بايه؟ برجولته. الرجوله اصلها ممكن يبقى هو ما عندوش امكانيات ماديه بس عنده رجوله، يعني فاهمه قصدي؟ يعرف يتعامل مع الست، يعرف يحب الست ازاي، يكبرها، حاجات كتير. مش عارفه اتكلم عن الراجل قوي الصراحه. ليه؟ مع انه مرقت بتجارب ريم. يعني مش الرجاله اللي شفتيهم تعرفتي عليهم ان كان من ناحيه الصداقه المتطوره الى حد ما، او قطعوا الرجاله. ارجوك قطعوا الرجاله. كانت صفاتهم المشتركه تقريبا ايه؟ اللي تعرفت عليهم يعني قلت انا عشان كده انعجبت بده، اكتشفت مع الوقت انه في عجبت بده ولا ده كان غلط؟ لا لا، انت اعجبت بده يعني عم شوف انا الصفه. ما هو انا بحس ان انا اعجبت، بس لما بطلع من العلاقه وبحس ان لا انا كنت غلط. يعني اعجب ليه يعني ليه يبقى في اصلا اعجاب؟ هو انا عملت ايه؟ انا ليه عملت كده؟ انا عملت ايه بنفسي؟ انا ليه عملت في نفسي كده؟ ما في علاقه بتقولي اليوم ما ندمتش عليها؟ تركت لك ذكريات حلوه وطيبه؟ بصي انا من الشخصيات بجد اللي ما بتحبش تحس بالندم وطول الوقت انا ندمت، انا ما كنتش اعمل كده. يعني ما حسيتش بالندم صراحه. لا قولك معهم حق الرجال بيقولوا ان احنا ما بنقدر نفهم الستات، الستات عالم غامض بحزين. معهم حق، نحن هالقد صعب انه ننفهم او يقدروا يعرفوا بنفكر بايه اللي بيدور في دماغنا؟ احنا صعبين. مش كلنا صعبين، مش كلنا صعبين. لو حقيقيين، الست حقيقيه ولقت الراجل الحقيقي هيفهموا بعض قوي. لكن طول ما الست هتبقى لغز للراجل يبقى هو مش حقيقي معي. مع انه اللغز بيشد بعض الاحيان ساعات في رجاله بتحب كده بقى ان هو هي عاجباه قوي ولغز فعايز يكتشف اللغز ده ايه. بس دي حاجه يعني صحيه انت برايك؟ لا دي مش صحيه خالص، دي مش صحيه. لا، ايه اللي بيجذبك اكثر بالرجل؟ يعني بشكله الخارجي اذا بدنا نقول. لا انا ما بتكلمش عن الشكل خالص بقى. يعني انا بهيدي النقطه. انا بهيدي النقطه. انت ما بتحب الرجاله الحلوين على فكره؟ يعني ما يعني ما قابلتوش برضه. يعني ما شفتش فرصه، ما كانتش عندي. بس ما بيجذبك الرجل الوسيم؟ ما هو الوسيم ازاي يعني؟ يعني في وسيم يعني اذا بدك متعارف عليه، يعني ما في اثنين بيختلفوا. شكل الراجل الخارجي ما يعجبنيش اكتر من طريقته، اكتر من اسلوبه. الاسلوب يجذبني اكتر، الطريقه اكتر من الشكل. ممكن يبقى حلو قوي وممكن يعني ما اروحش للراجل اول ما يخش اللي هو توم كروز يعني ما يعجبنيش.